بالنسبه لنادي الصفاقسي، وخاصه الان مع دخول محمد المنصور. حتى الذوادي كذلك ذو قامه طويله، تتنفذ المخالفه والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الصفاقسي في توقيت 85 دقيقه لعب. الهدف الثاني كره راسيه بعد المخالفه، قلت حسام اللواتي اول لمس الكره نفذ ركنيه كانت خطيره، ثم المخالفه نفس اللاعب حسام اللواتي تاتي بالهدف. ها هو امامنا الاعاده، حسام اللواتي والكره الراسيه، لان نثبتوا اللاعب اللي سجل الهدف. على كل هدف ثاني لصالح النادي الصفاقسي.